السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان الكرام، هذه قصة حقيقية أحببت أن أذكرها، فيها عبرة وعظة ودعوة للمسلمين إلى الخير. ذكر لي أحد الأخوان أنه كان قبل أسبوعين في منطقة قباء في المدينة المنورة، وعند صلاة العشاء ذهب إلى المسجد يسمى مسجد الحسنين، حيث كان قريب منه في هذه اللحظة. يقول والأخ مريض في السكر، يقول عندما أذن العشاء شعرت أن السكر بدأ يهبط معي وشعرت في دوار خفيف. يقول فدخلت المسجد وكنت أمسك في طرف باب المسجد خوفا من الوقوع، فنظرت إلى جهة اليسار فإذا موضوع تمر وماء. يقول ففرحت حيث أني أكدت أن يغمى علي، ومعروف أن إغماءة السكر بعضها تؤدي إلى الوفاة. يقول فأكلت من التمر وشربت من الماء فتكاد أن ترجع لي الحياة، وذهب عني ما كنت أشعر فيه من الدوار والدوخة. يقول فدعوت لمن وضع هذا التمر وهذا الماء. أخواني، كثير منا من جيران المساجد من أهل المزارع ومن أهل التمور، وإما لديهم فائض من التمر في منازلهم، فندعو أنفسنا وندعو جميع المسلمين بالاهتمام بصدقة التمر. الصدقة فيها الفضل العظيم الذي لا يخفى على أحد، ولكن يا أخي خذ من التمر الفائض لديك، وأنت يا صاحب المزرعة خذ من التمر الطيب تصدق به، ضعوا التمر في المساجد. وهذه عادة الحمد لله موجودة في المساجد، وإن كانت كثير يبدأ بها بعض الأخوان ثم تنقطع. ضع التمر في المساجد والماء، هذا من أعظم الصدقات وفضله عظيم، تنقذ فيه كثير من الناس قد يكون مريض في السكر وقد يكون أيضا جائع. كم من العمال اللي تصلي في المساجد يأخذ معه بعض التمرات، قد تكون هي عشاءه، الحمد لله نحن بخير من الله ونعمة، ولكن بالذات كثير مرض السكر الآن انتشر، نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم. فكم من مريض إذا وجد هذا التمر وأكل منه وشرب الماء جعل الله له إنقاذ لحياته وأجر لمن وضع هذا التمر. أحببت ذكر هذه القصة لحث نفسي وأخواني جميعا المزارعين وغيرهم من جيران المساجد بوضع التمور في المساجد والاستمرار والعناية بذلك التمر والماء، فهو أفضل الصدقة. فعن عائشة رضي الله عنها تقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بيت لا تمر فيه جياع أهله، وكذلك الحديث الموضح في هذه الصورة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذه صدقة عظيمة، نأمل أن تستمر وتتواصل في كل المساجد، ففيها بإذن الله الخير العظيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.